على هامش مشاركته في اجتماع الدورة العادية 24 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو والتي حملت شعار القدس فلسطينية، اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مع معالي الدكتور سعود هلال الحربي المدير العام للمنظمة، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والمنظمة العربية. كما وجه الوزير دعوة إلى المدير العام للمشاركة مشاركة منظمة الإكسو في عدد من الفعاليات المصاحبة للاحتفال بمئوية التعليم في البحرين في العام القادم لأهمية هذه المناسبة الوطنية لتاريخ التعليم في الوطن العربي. من جانبه عبر المدير العام عن تقدير المنظمة لمملكة البحرين ودورها الفاعل والمتميز في الجانب التعليمي، موجها التهاني بمناسبة الاحتفال بهذه المئوية والتي ستشهد مشاركة المنظمة، ومؤكدا اعتزاز المنظمة بريادة مملكة البحرين التعليمية في العديد من المجالات من بينها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع التطويرية مثل التمكين الرقمي والتعليم الفني والمهني ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشاركة البحرين الدولية والمتمثلة في جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وذلك لدورها البارز في تكريم وتشجيع المشاريع المتميزة على الصعيد العالمي التي تهدف إلى خدمة التعليم وإيصاله إلى الجميع. بناء على التوجيهات الملكية الكريمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالاحتفال العام القادم بذكرى مرور 100 عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين العربية المعنية بالتعليم، في هذه الاحتفالات التي ستتم بإذن الله على مدار عام في مملكة البحرين تخليدا لهذه المناسبة التعليمية الوطنية، واتفقنا على عدد من الفعاليات إن شاء الله ستكون ضمن هذا الاحتفال الوطني. تشرفنا اليوم بحضور معالي وزير التربية الدكتور ماجد النعيمي المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ودائما له وجود مميز ويعكس دائما البحرين يعني بثقافتها وعراقتها. وايضا في سياق الحديث والحوار تبحثنا معه يعني زف لي بشرة جميلة جدا اسعدتني انا شخصيا، هو ان البحرين ان شاء الله في العام القادم سوف تحتفل بمرور 100 عام على بداية التعليم النظامي الذي انطلق عام 1919، وهذه فرحة يعني غامرة يعني شعرنا بها كثيرا. وايضا القضية ليست قضية 100 عام من التعليم النظامي، البحرين كانت انطلقت حتى قبل هذا التاريخ من خلال الكتاتيب ومن خلال الوسائل اللي كانت بسيطة ولكنها كانت تؤدي الغرض. المهم خلال هالمئة عام يمكن لاحظناها يعني برعاية خصوصا جلالة الملك حفظ الله ورعاه القفزة النوعية في التعليم في مملكة البحرين. القضية لم تكن في البحرين قضية أن توسع كمي ولكن توسع نوعي في نوعية المعرفة المقدمة. أيضا لاحظنا وجود البحرين أو طلبة البحرين دائما متميزين في هذه الجوانب، فهذه لا تنم إلا عن رعاية يعني رعاية سامية من جلالة الملك، وأيضا بجهود كبيرة تعملها وزارة التربية بقيادة الوزير الفذ الدكتور ماجد النعيمي، ولا شك خصوصا ما يتعلق في الرقمنة ما يتعلق في الجوائز المطروحة وتشجيع الطلبة وتشجيع المبدعين. وأيضا أنا لاحظت أيضا حتى التعليم الفني متقدم في البحرين وزرت المراكز المتخصصة هذه، وأيضا البحرين لديها اهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة وخصوصا لهم برامج يعني خاصة في هذا الجانب. فأنا أعتقد البحرين يعني 100 عام 100 جميلة، رب إن شاء الله يمد إن شاء الله في عمر جلالة الملك ويوفق إن شاء الله وزير التربية والشعب البحريني الطيب الذي دائما نقول حنا البحرين وسط العين لأنه فعلا تستحق ودائما وجود يعني خصوصا احنا في مجالات التربية. دائما الوزير دكتور ماجد يعني شعلة نشاط وشعلة تواجد دائما مداخلاته تثري الحوار وتغني ايضا المنظمة، وهذا كله يأتي بالتوجيهات السامية ايضا من جلالة الملك.